الحقيقة هو لحظة من لحظات الانتعاش أيضا الفنية والإبداعية والسينمائية مع الساكنة ومع المنظمين ومع عالم الفن والإبداع والمبدعين، وخصوصا في جو اللي ممكن من خلاله أننا نتواصل ثقافيا، نتواصل إبداعيا. أعتقد بأنه كما قلت دائما وسأقولها وسأعيدها وأكررها، الثقافة والإبداع والفن هما الحل. لا يمكن إلا أن نستثمر في الإنسان، نستثمر في الثقافة، نستثمر في داخل عقل وقلب المواطن لكي يصل إلى نقطة الانتشاء، نقطة الإبداع الحقيقية. تواجدي أيضا في جرسيف هنا في هذه المدينة في هذا المهرجان في السينما الهامش كرئيس للجنة التحكيم، باعتبار أن هذه مهمة صعبة جدا ومسؤولية، لابد أن نستثمر كل ما لدينا من إمكانيات تقنية وفنية وإبداعية من أجل اختيار الأفضل، من أجل أيضا الانتقاء الصحيح، ومن أجل أيضا إعطاء مساحة إبداعية وفنية لكل من يستحقها. سعيد جدا أيضا لتواصلي مع الساكنة ومع جمهور هذه المدينة، ربما لمدة سنوات لم أزورها، ربما منذ سنوات طويلة جدا، وربما هذا اللقاء سيكون أيضا لحظة من لحظات التواصل التي أحبذها دائما من أجل اقتراب أكثر من الجمهور الذي يعشق الإبداع، يعشق السينما، ويعشق الفنانين المغاربة. وأتمنى صادقا أنه من خلال هذا اللقاء أن أستفيد وأفيد، أن أستفيد من كل الفنانين والمبدعين، ومن أيضا من الجمهور ومن الصحفيين والإعلاميين، وأن أفيد أيضا كل الشباب المتواجد هنا من أجل هذه اللحظة السينمائية بامتياز.